ناخد تليفون من كابتن النادي الاهلي السابق النجم الكبير كابتن وليد صلاح. ازيك كابتن وليد؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لحبايبي كابتن شريف كابتني منور يا كابتن عادل عبد الرحمن حبايبي حبيبي يا وليد نورنا يا كابتن وليد. الف مبروك طبعا. الله يبارك فيك ربنا يخليك. مبروك لكل الاهلاويه أيوة. ومبروك لكل الشعب العربي والشعب المصري في كل انحاء العالم. حاجة جميلة مشرفينا دايما ورافعين راسنا دايما، ويعني حاجة جميلة الواحد بيفتخر فعلا انه بينتمي للكيان الكبير ده النادي الاهلي. يعني كابتن وليد شفت البطولة ازاي من الناحية الفنية واهم المكاسب اللي فاز بيها النادي الاهلي من هذه البطولة؟ بص البطولة يعني سريعا عشان ما اطولش على حضرتك كابتن اسلام، البطولة بقالها متحضر لها اكتر من سنة. أيوة. يعني انا الحمد لله عندي فيديو من سنه بقول النادي الاهلي عامل فريق يروح كاس العالم للانديه. ايوه. تحيه وشكر للكابتن الخطيب وكل مجلس الاداره ولجنه الكوره. من بدري قوي النادي الاهلي محضر انه يقوي الفريق. وده حصل باستخدام حسين الشحات، وكان معاه كان رمضان صبحي، وكان حمدي فتحي صفقه كانت جامده جدا للنادي الاهلي، ديانج واحد من احسن اللعيبه اللي جات النادي الاهلي، تدعيم كمان بالتجديد لعلي معلول، يعني عدد من الصفقات اللي واضح كان النادي الاهلي بيبتدي يبني فرقه يروح بيها كاس العالم للانديه. على الاقل يلعب بيها نهائي افريقيا وفريق فعلا تقيل. والحمد لله يعني كنت قايل الكلام ده من سنه. النادي الاهلي ابتدى الموسم بشكل رائع اللي فات مع مستر فايلر، ادى بشكل رائع، خدنا الدوري من بدري، اهلنا نفسنا كويس قوي لافريقيا، كمان لما جه مستر موسيماني كمل على الكلام ده. مجموعه من الرجاله، يعني انا كنت قلقان جدا لما كتيبه اللعيبه الكبار مشي، وخفنا على فكره الكابتنه كابتن اسلام. مظبوط. يعني قلنا ما بقاش فاضل من الجيل القديم غير وليد سليمان، الشناوي، اثنين ثلاثه لعيبه، سعد كان معاهم، لكن في الاخر انت فقدت عدد من اللعيبه الكبار. تمام. فهنا كان معدن لعيبه النادي الاهلي اللي ظهر في اوقات الشده، ظهر في اوقات الضغط الكبير اللي كنت بتتعرض له. مبروك، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة، للجهاز الفني، للعيب. كابتن أخيرا، دور الشناوي شايفه إزاي كقائد؟ لسه كنت بتكلم مع الكابتن شريف والكابتن عادل على هذا الموضوع، دور الشناوي كقائد جوه الفريق سواء خارج الملعب أو داخل الملعب. بص الشناوي ما شاء الله شارب من اللعيبة الكبار، والشناوي يعني هو صديق على المستوى الشخصي، كنت بتكلم معاه سبحان الله من كذا سنة، من وهو قاعد احتياطي لشريف اكرامي. ايوه. واحنا حتى كنا بنتكلم، حتى انا لما كنت في نادي الاتحاد السكندري كان في وقت كنا هناخد الشناوي اعاره. ايوه. هو قد ايه كان مركز، وقد ايه كان مستني الفرصه، وقد ايه كان واثق في امكانياته، حاجه جميله جدا، ثقه وقدرات عاليه جدا، وبعدين بيقود زمايله من تحت، بيفوقهم ساعه لما بيحصل شويه يعني هدوء كده. الشناوي على طول صوته حاضر، واضح مواقفه في مباراه الاهلي والزمالك لما دخل بين الشوطين واتكلم مع اللعيبه، باينه مواقفه في مواقف كتير مع كهربا، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع وليد سليمان، واضح قيادته للفرقه. ببارك له وبهنيه على المستوى الرائع اللي وصل له، وكل اللعيبه بقى، كل اللعيبه من وليد سليمان كده وانت ماشي، كل الكباتن الكبار، ايمن اشرف حاجه جميله، سعد سمير، كل الناس الكبار طبعا اللي موجودين. ايمن اتعرض لحمله كبيره جدا في بعض الاوقات. مظبوط. انا بهنيه وبهنيهم كلهم، الف مبروك. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن وليد صلاح.